بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده وبرنامجكم خط الخير على راديو مصر، ومعاكم عمرو الليسي. للتواصل مع البرنامج على رقم 25785893. البرنامج بيقدم كل انواع الخدمات الخيريه، جهاز عرايس، اطراف صناعيه، اجراء عمليات، تسقيف بيوت، توصيل ميه، مشروعات صغيره، اللي انتوا عايزينه. ربنا يقدرنا وندخل البهجه والسرور لقلوبكم ولبيوتكم. فاضل يا جماعة العيد أيام قليلة، كل سنة وانتم طيبين. ربنا يا رب يجعلوا عيد سعيد علينا وعليكم وعلى كل المصريين والعالم العربي كله، ويا رب دايما متجمعين وإيد واحدة في عمل الخير. العيد كلمة قليلة جدا في عدد حروفها لكن كبيرة جدا في معناها. العيد يعني البهجة والحب مع بعض، يعني رحمة وود بيننا وبين حبايبنا وأهالينا وأصحابنا. العيد يعني المناسبة السعيدة اللي بتقربنا لبعض وبتخلينا نسأل على بعض. تعالوا النهاردة أفكركم بأهم حاجة لازم نعملها علشان نحس بفرحة العيد. يلا نكلم كل عائلتنا الجميلة، خصوصا أهالينا اللي احنا بقالنا فترة ما كلمناهمش، الناس اللي كنا بنحس معاهم بأيام زمان الحلوة. زي ما قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. يلا بقى قوم افتح الواتساب أو امسك التليفون، عايد على حبايبك وجيرانك وصحابك، كل سنة وانتم دايما طيبين ومتجمعين ومتحبين متكاتفين، ايد واحدة في عمل الخير. نطلع بقى الفاصل ونرجع نستقبل مكالماتكم ورسائلكم. معاكم عمرو الليسي في برنامجكم خط الخير على راديو مصر، عشان نتواصل مع البرنامج على رقم 25785893. وزي ما احنا طبعا متعودين بنقدم وبنلقي الضوء على المشروعات الخيرية العظيمة، ومصر يا جماعة مليانة خير. النهاردة هنقف عند مشروع مستشفى أيادي 40-40، المستشفى اللي أقيم بالجهود الذاتية من مجموعة من ناس طيبين عايزين يعملوا خير، يعالجوا غير القادرين من أهالي منطقة الوجه البحري بالمجان. معنا على التليفون الأستاذ دكتور حمدي الشناوي، مدير عام مستشفى أيادي 40-40. دكتور حمدي أهلا بحضرتك، وريت تشرح لنا حجم الإنجازات اللي بتتم على أرض الواقع في مستشفى أيادي. أهلا، مساء الخير دكتور عمرو. إحنا طبعا مستشفى أيادي 40-40 هي تتبع الجمعية الخيرية اللي هي بنفس الاسم أيادي 40-40، ودي تأسست سنة 2001، والمستشفى بدأت العمل 2004. وأول ما بدأنا كنا بنشوف حوالي 600 مريض في السنة، احنا دلوقتي حاليا بنشوف حوالي من 1000 إلى 1200 مريض في اليوم. بالنسبة طبعا للمستشفى ايادي 40-40، احنا بنعتبر اكبر مركز للعلاج الاشعاعي في مصر، لان احنا عندنا عدد 5 اجهزة علاج اشعاعي، منهم الجهاز الخامس ده احدث جهاز على مستوى العالم. بنشوف على الاجهزة دي تقريبا، او مش بنشوف يعني، بننفذ جلسات على الاجهزة دي من 300 ل 400 جلسة في اليوم. طبعا عدد الاستشاريين عندنا حوالي 30 استشاري، وده برضو أكبر عدد في مراكز الأورام في مصر كلها. عندنا مثلا في المستشفى قسم اللي هو الداخلي أو اللي هو الأدميشن أو قسم العلاج التلطيفي. قسم العلاج التلطيفي بيتكون من 40 سرير زائد 6 أسرة ICU مجهزين تجهيز كامل. احنا طبعا المستشفى بتاعتنا تعتبر حاجة اسمها إزمو أكريديتد، يعني accredited من الإزمو ده اللي هو European Society of Medical Oncology. ده كده باختصار شكل حجم الشغل عندنا. يمكن المستشفى متعتبرش من المستشفيات الكبيرة حجما، ولكنها بتؤدي وظيفة ضخمة. احنا نعتبر المركز الوحيد تقريبا في مصر اللي بيعمل جلسات علاج إشعاعي داخلي اللي هو البراكي ثيرابي. احنا المركز برضو الوحيد تقريبا اللي بنعمل توتال سكين على الجلد كله، السرطان الجلد يعني، اللي هي جلسات الاشعاع على الجلد كله. طيب ده كلام جميل جدا جدا، والحقيقة انا زرت المستشفى وسعيد بكل الانجاز اللي بيتم على ارض المستشفى والعلاج اللي بيتم لغير القادرين. لكن كيف نستطيع كمواطنين ان احنا نساهم؟ ازاي نقدر نساهم عشان نشارك في استمرار المستشفى في تقديم خدماتها بالمجان لغير القادرين؟ يعني علاج المرضى الغير قادرين تماما بيمول من التبرعات. التبرعات احنا مستشفى 40-40 من اسمها كده، 40-40 ده هو رقم الحساب الموحد في جميع البنوك في مصر، فدي طريقة سهلة للتبرع. طبعا التبرعات اللي بتجينا بتكون في شكلين أساسيين، يعني تبرعات مالية أو تبرعات عينية.
في بعض المتبرعين بيتبرع بتبرعات عينية إذا كان أجهزة مثلا أو أدوية. إحنا بنقول له إحنا إيه الأجهزة اللي إحنا ناقصانا، أو في الخطة السنوية إيه الأجهزة اللي ممكن هو يشارك فيها، وبنديله متوسطات أسعار وبيتبرع تبرع عين. إنما التبرعات المالية طبعا بيبقى ليها كل أوجه التبرعات، يعني مثلا زي الزكاة السنوية، جميع أنواع الصدقة الجارية، بالإضافة إلى أسهم العلاج. يعني أنا عندي في أسهم علاج إشعاعي في مبالغ تشكل جزء من نفقة علاج المرضى، زي كفالة علاج مريض أو مبلغ يخصص لعلاج حالة بعينها. في بعض المتبرعين بيتبرعوا لحاجة اسمها العلاج الموجه، اللي هو ده العلاج ده بتبقى أسعاره غالية. زي ما قلت لحضرتك كل الأنشطة العلاجية للمستشفى كل لغير القادرين بتتغطى طبعا من التبرعات. الأستاذ الدكتور حمدي الشناوي مدير عام مستشفى أيد 40-40، بشكرك جدا وبهنيك على كل شيء عظيم بتعملوه، ربنا يكرمكم دايما في الخير وربنا يقدركم علاج غير القادرين من أهالي مصر الطيبين. شكر جدا جدا. ربنا يخليك يا دكتور عمرو ويحفظك ويبارك فيك إن شاء الله. للتواصل مع البرنامج على رقم 25785893. نطلع لفاصل ونرجع نواصل خط الخير ومعاكم عمرو الليسي. ورجعنا لكم تاني في برنامجكم خط الخير على راديو مصر، ومعاكم عمرو الليسي. للتواصل مع البرنامج على رقم 25785893، ولسه بنتكلم عن مبادرات الخير العظيمة اللي بتقوم بيها مؤسسات المجتمع المدني، ومن أهمهم مستشفى الناس اللي بترأسها الأستاذة أنيسة حسونة، اللي هي أنا بعتبرها النموذج الرائع لعمل الخير في مصر. أهلا بحضرتك مدام أنيسة، ودايما كده يعني متألقة وبصحة وسعادة دايما يا رب إن شاء الله. ربنا يخليك يا دكتور عمرو، أنا شكرا على يعني مقدمة حضرتك المجاملة دي، مرسي جدا. لا والله مش مجاملة ولا حاجة، ربنا يخليك. تعلمنا منك كتير الحقيقة. أنا عايزة يعني إذا كنا اتكلمنا قبل كده عن مستشفى الناس ودورها الرائع في علاج الأطفال من أبناء مصر بالمجان، عايزة أتكلم النهاردة عن قوائم الانتظار، عددها، أهداف المستشفى في التعامل مع قوائم الانتظار. والله يا دكتور عمرو احنا كانت خطتنا الموضوعة في اخر السنة اللي فاتت لما ابتدينا يعني العمل في الجراحات وفي العيادات الخارجية، احنا كنا عاملين حسابنا على مثلا احنا بنتكلم على 1000 جراحة في السنة، وفعلا احنا في النص الاولاني يعني في رمضان تقريبا كنا وصلنا للرقم بتاع نص العمليات دي اللي هي حوالي 550 عملية جراحة قلب مفتوح. اللي حصل زي ما حضرتك عارف ان لما جت جائحة كورونا كثير من المستشفيات اضطرارا اضطروا يحولوا لكورونا بس، فاتلغت عمليات قلب الاطفال وجراحات قلب الاطفال من عند الناس اللي كانت متخصصة في كده. ده ادى الى مضاعفة قوائم الانتظار عندنا، لان احنا اصبحنا المستشفى الوحيدة المتخصصة في جراحات قلب الاطفال على مستوى الجمهورية. فاحنا دلوقتي قدامنا لغاية اخر السنة حوالي 1200 عملية جديدة مطلوبة، إضافة بقى للناس اللي بتيجي يوميا عشان تكشف وتضاف إلى قوائم الانتظار. فأنا يعني بجد يعني بقول للناس إن إحنا محتاجين جدا لدعمهم، علشان حاجة واحدة يعني حتى يعني مهنيا وأخلاقيا صعب عليا جدا يجي طفل مريض محتاج لعملية تنقذ حياته وإن أنا أقول له مش هقدر أعملها لك نتيجة الإمكانيات المادية. فدعم الناس لينا في الفترة دي يبقوا عارفين إن هو هيبقى مخصص لعمليات جراحة القلب المجاني في المستشفى، وطبعا هتبقى جميلة جدا زي ما أنا دايما بقول في الفترة دي إن اللي كان عايز يطلع الحج ربنا إن شاء الله يسهلها له السنة الجاية، السنة دي يقدر يساهم بالمبلغ ده في عمليات القلب المفتوح في مستشفى الناس للأطفال. وزي ما أنا بقول حضرتك كل مرة هم عندنا خط اللي هو 16441، الناس بتقدر تتصل بيه ان مندوبنا يجي لغايه عندهم. طبعا الناس اللي عايزه تروح البلد كل البنوك المصرية بنستعمل فوري، أيضا الناس عندنا كل حتة احنا ممكن يدفع في حساباتنا من فوري، وطب الناس اللي شخصا عايزة تبقى مبلغ أقل تقدر تبعت رسالة اللي هي بخمسة جنيه ل9797 وتكتب جواها طفل. لكن أكيد أكيد إن هم لما بيتبرعوا في الفترة دي بيساهموا إن عدد الأطفال اللي مستنيين دورهم يقل، وإن إن شاء الله على بال آخر السنة نحقق أمل الناس فينا ونعمل كل العمليات اللي موجودة.
عايز اسالك سؤال، يعني لما يجي لك طفل او يجي لك والد طفل مريض ونتيجه نقص الامكانيات او عدم توافر الامكانيات تعتذري له، الطفل ده مصيره ايه؟ يعني مصيره صعب، لان اللي بيتولد بعيوب خلقيه في الاطفال بتبقى يعني لو استنوا للسنه ده بتبقى يعني بعد الشر، يعني لا ما انا لغايه دلوقتي ما عملتهاش، وانا يعني ادعو الناس واطلب منهم من كل قلبي انهم بدعمهم لينا ما يحطناش ابدا في الموقف ده، ان احنا نقدر نرجع طفل ونقول له اصل مش هنقدر، احنا عندنا الستاف، عندنا الطاقم الطبي، عندنا طاقم قص، ساعات العمليه دي زي ما حياتك مكلفه جدا جدا يعني، واحنا ما ناخدش للناس ولا لينا لا في اشعاعات وكشوفات العمليه ولا في اقامه بعد العمليه، الناس بتطلع ما تحطش ايدها في جيبها، فوسيلتنا الوحيده هو المصريين أصحاب الخير اللي بيحبوا الخير إنهم يدعمون إن شاء الله، وربنا يكرمنا بإذن الله. وأنا بضم صوتي وبقول كل يعني حد بيسمعني دلوقتي، تخيل لو أنت عندك ابن وأنت ما عندكش القدرة المالية وما فيش قدامك غير مستشفى الناس عشان هي تعالج ابنك، وما فيش مكان فيها أو ما فيش إمكانيات فيها، اللي ممكن يكون مصيره لو كل واحد فينا حط نفسه مكان هذا الأب، أتصور أن احنا كلنا حنسارع بدعم هذه المستشفى. شكرا جزيلا الأستاذة الفاضلة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي مستشفى الناس. أنا بشكر حضرتك. التواصل مع البرنامج على رقم 25785893. نطلع لفاصل ونرجع نواصل خط الخير، ومعاكم عمرو الليسي. ورجعنا لكم تاني في برنامجكم خط الخير على راديو مصر، ومعاكم عمرو الليسي، ونبدأ نسمع أول مكالمة جات لنا النهاردة. السلام عليكم، ازيك يا أستاذ عمرو؟ أنا اسمي جهاد حفني علي، أرملة، ومعايا 3 سنين، بنتي كبيرة خلصت جامعة ومخطوبة، وربنا يباركك يا رب جزيل كتير. أنا نفسي مساعدة، يعني جوازة نفسي جوازة وأفرح بيها، وأنا ما بقدرش أشتغل عشان قلبي تعبان، عندي القلب جزيك الله كل خير. معلش أستاذ عمر، أنا بصراحة أول مرة أكلم حضرتك، وأتمنى يا رب ما تكتشنيش، ربنا يبارك لك يا رب جزيك خير. أنا عارفة أن أنت بتعمل خير كتير، وربنا يجزيك خير يا رب على اللي بتعمله. زي ما سمعنا المكالمة من جهات حفني، يا ريت نتصل بيه. السلام عليكم. السلام عليكم، أكلم الأستاذة جهات حفني. ايوه، مين معي؟ انا عمرو الليسي يا ستي. ازيك عمرو الليسي؟ معقول استاذ عمرو؟ اه والله انا عمرو الليسي. والله بنفسي، والله بنفسي يعني. ربنا يبارك لك استاذ عمرو. انا جهاد. ازيك يا جهاد، كل سنه وانت طيب. حضرتك كلمتني بنفسك؟ والله العظيم انا عمرو الليسي. ولا انا حياتي احلف بايه تاني؟ مش عارف احلف لك بالعظيم، انا عمرو الليسي. لا حضرتك. ازيك انت؟ وكل سنه طيبه وعيد سعيد عليك يا رب ان شاء الله. وحضرتك طيب، ربنا يبارك لك. انت كلمتيني في راديو مصر وسبتي رساله، احكي لي بقى موضوعك ايه وسنك قد ايه وطلباتك ايه؟ انا سني 50 سنه. وانا ارمله بقالي 14 سنه، وكان معايا 3 عيال كانوا اطفال صغننين، والحمد لله ربنا قدرني وكبروا دلوقتي. بنتي اتخطبت، وابني في تانية جامعة كلية تربية رياضية، وابني التالت داخل ثانوي، بس طبعا لسه ما قدمتلوش، ولسه الدنيا كده يعني الحمد لله. وانا بقى تعبانة، انا مريضة قلب، عندي ضغط عالي وسكر وكسور في الشريان وضعف في عضلة القلب، فما بقتش بصراحة اقدر زي الاول ان انا اعمل اي حاجة. عشان ساكنه فين يا ست جهاد؟ بنتي يعني العيشه الحمد لله، احنا نحمد ربنا على كل لله. حال واحسن من الله الحمد لله مستوره، بس هي مشكله بقى في جهاز البنت. انت ساكنه يعني فين؟ نعم، ساكنه فين حضرتك؟ نعم، ساكنه فين؟ ساكنه فين؟ ساكنه في مصر القديمه، عند في مصر القديمه عند كوبري العاشر في العاشر. وطلبات حضرتك ايه؟ يا ريت لو حضرتك تقدر تساعدني في اي حاجه في جهاز بنتي، لاني حتى ما معيش ان انا اعمل جمعيه ادخل جمعيه عشان اجهزها. هي بنتك عندها كام سنه؟ عندها 24، وعايزه لسانس حقوق ما شاء الله، واتخطبت ولسه بقى ربنا ييسر باذن الله. وخطيبها بيشتغل ايه؟ معانا خطيبها بيشتغل ايه؟
هو كان في الجيش ولسه مخلص ونزل شغل في اثنائي بتاع التليفونات دي. طيب يا ستي حاضر. بصي بقى احنا ان شاء الله هنبعت لها جهاز بتاعها خلاص؟ يا رب يبارك لك استاذ عمرو. وهيكلموكي دلوقتي ياخدوا منك العنوان عشان يبعت لك الجهاز على طول. لما هتبعتي اجيب لك بقى الجهاز هتجوزيها امتى؟ يعني يا ريت لما حاجتك خلاص خلصت واقول لهم بقى اقول اهل عريسه وعريسه ان احنا طيب بشريهم من دلوقتي كلميهم ويحددوا بقى ان شاء الله. كلميهم دلوقتي يا جهاد قولوا لهم احنا جاهزين بقى خلاص. كلميهم دلوقتي قولوا لهم احنا جاهزين خلاص تمام. يا رب يبارك لك. وهتكلمك زميلتنا هنا بسمه كل ما اشوف حضرتك ادعي لك. الله يكرمك. انا بدعي لك انت كمان. ربنا يجعل يا رب دعائي وكل بدعي لك من حضرتك. انت طبعا مش يعني ربنا باذن الله يكرمك ويرضيك ويبارك لك في صحتك وعافيتك وما جسمك ما يشوفش المرض ابدا يا رب. ليا وليكي وكل المستمعين يا رب ان شاء الله. مبروك لبنتك وان شاء الله الجهاز يوصل لغايه عندك باذن الله وبارك لها يا رب يبارك لك وربنا يفرحك بيها جهاد ان شاء الله باذن الله. وسلمي لي عليها كتير وعلى عريسها ان شاء الله. كل سنه وانت بالف خير وعيد سعيد عليك ان شاء الله. وحضرتك طيب ربنا يبارك لك يا رب. احنا جماعه مستمرين في منهم تليفون هيكلموك النهارده. هيكلموك النهارده ان شاء الله باذن الله. هم قدامي دلوقتي هيكلموك النهارده باذن الله. طمني وهطمن ما تقلقيش. انا من النوع اللي بتابع لغايه ما اشوف ان كل حاجه اتحققت. يعني عايز اقول لك يا رب يبارك لك يا رب يبارك لك. لا طمني طمني ان شاء الله في رعايه الله. احنا جماعه مستمرين في تجهيز العرايس وان شاء الله ربنا قدرنا يعني ونفرح كل بناتنا ان شاء الله باذن الله. نطلع لفاصل نرجع نستقبل مكالماتكم في خط الخير. معاكم عمرو الليسي على راديو مصر. ورجعنا لكم تاني في برنامجكم خط الخير على راديو مصر ومعاكم عمرو الليسي. للتواصل مع البرنامج على رقم 25785893. افضل طريقه ان الناس ان تشعر انها فيها خير هي انها تصنع الخير. عشان كده ارجوكم انا بقول لكم يا ريت نعمل خير. والله يا جماعه انتم مش متخيلين السعاده لما تعمل خير. شوف لما تعمل خير بتحس بايه ولما تعمل وما تعملش خير بتحس بايه. فيعني عايز اقول لكم عايز تشعر بالسعاده اعمل خير. مكتئب وحزين ومتضايق روح اعمل خير. روح زور مريض. طبطب على يتيم. زور حد مسن. انزل اعمل خير حسب قدرتك. حتى يعمل مش لازم يكون معاك فلوس عشان تعمل خير. الخير ملوش تمن. عشان كده العائد بتاعه كبير ان شاء الله. منتظر اتصالاتكم. تعالوا نسمع المكالمه اللي جت لنا النهارده. أنا اسمي نصر توني ومحتاج عملية تثبيت قرنية ودي مش في استطاعتي. تكلفتها عالية وأنا بصراحة على المعاش وما عنديش إمكانيات أن أعملها. وأنت عشم في الله ثم أنت يا دكتور عام تساعدني في عمل العملية دي لأن أنا على المعاش والمعاش ده يكفي. وألف ألف شكر لك يا دكتور. زي ما سمعنا المكالمة من الأستاذ نصر ويا ريت نتصل بيه. رقمه عندنا اظن. الو السلام عليكم. وبركاته. اكلم الاستاذ نصر التوني. موجود؟ موجود. انا عمرو الليسي. سلام عليكم دكتور. ازاي حضرتك؟ الله يخليك كل عام وانت طيب يا باشا. وانت بألف خير. ارجو ما تكونش صحتك من النوم ولا حاجه ولا ازعجتك. الله يخليك. الله يكرمك يا دكتور. كل عام وانت طيب. سيادتك كنت كلمتنا في خط الخير مظبوط؟ يا باشا وسبت رساله صح؟ عمليه تثبيت قرنية وانا على المعاش وظروف ما تسمحش. ورحت لكام دكتور قالوا تحتاج 25 كده بتاع. فربنا كرمني واتصلت بحضرتك وعشمان ان ربنا يكرمني عن طريق حضرتك واعملها يا رب. ربنا يخليك. انت بتشتغل فين؟ الله يكرمك يا دكتور. استاذ ناصر سيادتك شغال فين؟ والله ليه؟ بتشتغل فين سيادتك؟ نعم يا فندم. شغال فين؟ وسنك قد ايه؟ والله كنت في تربية وتعليم وحالة على المعاش من سنتين. كنت بتشتغل ايه؟ إداري رئيس قسم إداري. وساكن فين سيادتك؟ في محافظة المنيا. المنيا. أهلا وسهلا بيك وبأهل المنيا. الله يخليك يا دكتور. كل عام طيب. وأنت طيب. ما عندك أولاد؟ والله عندي متجوزين ومعايا اثنين بس. واحد في التعليم العالي والتاني في الجيش ومعايا المدام برضه بس سكر وضغط والكلام ده. والمعاش يعني الزيادة بتاع سبعة دي 1900 مش عامله حاجه. ومحتاج تعمل ايه سيادتك؟ عمل تثبيت قرنيه حضرتك. تثبيت قرنيه حاضر. عينيا الدكتور قالوا 25. حاضر 25000 جنيه.
الله يكرمك يا دكتور. حاضر، احنا باذن الله برنامج خط الخير هيعمل لسيادتك عمليه تثبيت قرنيه عند احسن طبيب واحسن مستشفى ان شاء الله باذن الله، وهنعملها وهنطمئن بعد كده ان سيادتك عملتها وكله تمام ان شاء الله باذن الله. هنمشي من خدمات حضرتك وربنا يقومك بالسلامه، وان شاء الله ربنا يجعله عيد مبارك عليك ان شاء الله. علينا وعليك، شكرا لك، كل عام وانت طيب. سيادتك طيب يا استاذ نصر، وسلم على الست، الله يسعدك بلقائك يا دكتور، على مراتك وعلى اولادك وبناتك، وربنا يكرمك ان شاء الله. الله يخليك، والف سلامه عليك. الله يخليك، شكرا، الله يخليك يا دكتور، رعاية الله، السلام عليكم. نطلع لفاصل يا جماعة ونرجع لكم تاني، نستقبل كل مكالماتكم في برنامجكم خط الخير على راديو مصر، ومعاكم عمرو الليسي. ورجعنا لكم تاني في برنامجكم خط الخير على راديو مصر، ومعاكم عمرو الليسي. للتواصل مع البرنامج على رقم 25785893. ويعني بنستكمل حوارنا مع سيادة اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان. سيادة اللواء برحب بيك مرة تانية يا فندم. يا أهلا بحضرتك فندم، وده بقول دايما هي دي دقائق الخير وساعات الخير اللي بتبقى بشرة خير على مصر كلها بإذن الله. الله يخليك يا فندم، انتوا أصحاب الخير كله. عشان كده إذا كنا بنتكلم على كم المشروعات العظيمة الحقيقة، ربنا يعني أنا بحسدكم على هذا الخير، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم. عايز أتكلم دلوقتي على المشاريع التنموية اللي هي القروض اللي بتقدمها جمعية الأورمان، والشروط بتاعتها إيه، وإزاي الناس تقدر تقدم ليها. إحنا طبعا المشروعات امتداد الصغر، الأورمان حديثة جدا جدا. أول حاجة بيهتم بيها الحرفي، يعني جالي حرفي نجار، ميكانيكي، سباك، حلاق، والله بعمل له المحل بتاعه، أنا معايا الحرفة بتاعتي، عاوز أعمل منشار كهرباء، عاوز أعمل أدوات سباكة، عاوز أجيب كده، أقول اتفضل أنا هديك قرض 21,000 جنيه، قرض حسب ما فيهوش كوباية مية يا دكتور عمرو، كوباية مية، يعني المندوب بتاعي ما ولا يشرب كوباية شاي عند المستفيد، مفيش أي مليم خالص. وقول له انا هديهم لك على ثلاث مراحل، 7000 جنيه اتفضل هات اللي انت عاوزه، هتسددهم هقول لك برافو عليك، هديك 7 كمان هتسددهم اقول له شكرا، السبعه الثالثه مجانا اقول له دي مكافاه مني ليك ومكافاه من الأورمان، واقول لك استمر في عملك الطيب، استمر في الحرفه بتاعتك، استمر في عملك، امشي علاقه طيبه بينك وبين المجتمع عن طريق اتقان العمل بتاعك واتقان الحرفه بتاعتك. يعني اخر 7000 في 21,000 دول هديه او منحه لا ترد، ولكن جزاء انه بقاله 30 او 40 او 50 شهر يعمل بايه؟ فعلا بجديه ونشاط واقتدار. عظيم. طب انواع بقى المشاريع ايه عشان المستمعين الكرام اللي عايزين يعملوا مشروعات صغيره يتقدموا لجمعيه الأورمان؟ اي حرفه يا فندم، انا بقولها لسيادتك اي حرفه، عن مصداقيه سيادتك ومصداقيه الكلمه، عن اي حرفه، نجار، ميكانيكي، سباك، كهربائي، حلاق، اي حرفه، ما دام عنده حرفه نتاكد ان هو فعلا بيمارس هذه الحرفه نعمل له المشروع اللي هو عاوزه. طيب هل في اي شروط او اي حاجه يا فندم للمتقدمين؟ طبعا الشرط الرئيسي ان هو غير صادق، يعني محتاج فعلا هذا القرض عشان يشتغل، ان هو فعلا بسال عنه اقول فعلا ده المحمود دوت مثلا، يعني ده فعلا ده عامل نشيط، ده فعلا نجار ممتاز، فعلا سباك ممتاز، لكن عاوز يكبر المشروع بتاعه، عاوز يشتري مثلا منشار كهرباء، عاوز يشتري ادوات سباكه حديثه، عاوز يشتري ميكانيكا حديثه، اي حاجه بنشترك معاك معاها. والسيدات طبعا لهم نصيب يا فندم طبعا. يعني يا سيدات اللي بقوله لسيادتك ديت، سيدات او رجال، كل مشروعات الأورمان ما فيهاش فرق على الاطلاق بين سيده ورجل ما دامت تستحق بتاعك فورا في اي مكان. طب اذا كانت مثلا تسكن السيده في قريه مثلا، في المشروعات اللي ممكن تعملها تتناسب مع البيئه اللي عايشه فيها، هل في مشروعات تتناسب معاهم مثلا يا فندم؟ 100% كلام سيادتك صح. يعني الاقل صناعه الجبنه، صناعه الالبان، مكنه الخياطه، مشغل في قريه، اذا كانت عاوزه راس ماشيه، كل دي تتناسب البيئه فعلا زي ما سيادتك بتقول بالظبط. ده انا بعمل ايه؟ ده اللي بيعملوا لسيبتا النخيل، انا مشترك معاهم، اهم حاجه فعلا تبقى للبيئه وتبقى للحرفه وتبقى للعمل بتاعه. ربنا يكرمكم يا سياده اللواء، انا الحقيقه بشد على ايديك واقول لك ربنا يكرمكم بجد، انتوا بتعملوا شيء عظيم، واحنا مكملين معاكم، وانتوا دايما مكملين معانا ان شاء الله في خط الخير. وبشكر جدا الرجل المحترم، رجل الخير اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعيه الأورمان. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا يا فندم على الاعلام الايجابي وعلى الكلمه الطيبه، شكرا جزيلا. في رعايه الله، مع السلامه. للتواصل مع البرنامج على رقم 25785893. نطلع لفاصل ونرجع نواصل خط الخير، ومعاكم عمرو الليسي. ولسه مكملين مع حضراتكم في برنامجكم خط الخير على راديو مصر، ومعاكم عمرو الليسي. للتواصل مع البرنامج على رقم 25785
5893. ويعني اهو العيد اهوت على الابواب وكل سنه وانتم طيبين. ومعانا على التليفون الرجل المحترم رجل الخير اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعيه الاورمان. اهلا بك يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. اهلا بحضرتك، كل سنه وسيادتك طيب وكل مصر اهل الطيبين، وكل من لم يستطع انه يؤدي فريضه الحج نقول ان شاء الله حج مع الخير، حج مع الصدقات، حج مع العطاء للاكثر احتياجا. طيب ده كويس قوي سيادتك، كده دخلتني في السؤال على طول، نعمل ايه بقى يا فندم؟ يعني اللي كان مقدر له انه يحج وحبس وحابس اللي هو حصل السنه دي، يعمل ايه بقى؟ يوجه امواله في ايه ونساعده ازاي؟ وبعدين سكوك الاضاحي يقدر يعمل فيها ايه؟ وانا عارف ان الاورمان عامله شيء عظيم جدا في موضوع سكوك الاضاحي. والله حضرتك جبت موضوع مهم جدا جدا يا استاذ عمرو. انا بقول كل انسان جميل انه كان مثلا هيصرف في الحج 50,000 60,000، ويمكن انا سمعتها حتى من سيد وزير الاوقاف ومن كل يعني العلماء، ان شاء الله في ميزان حسناتك خد الصرخه بتاعتك دي اتبرع بيها، اتبرع بيها في كافه نشاط، اتبرع فيها لزوج يتيمات، اتبرع بيها في صدقات، اتبرع فيها لعلاج انسان، اتبرع فيها لعمليه قلب، اتبرع فيها، اتبرع بالفلوس دي ان شاء الله هتعيد عليك، وان شاء الله ربنا هيؤدي هذه الفريضه عنك، وان شاء الله السنه الجايه تكون قادر عليها. بالنسبة لسكوك الأضاحي طبعا سؤال جميل وأنا لا أذيع سرا أن الحمد لله رب العالمين الأورمان جالها ملايين ملايين، وأنا يعني مش دقيق حضرتك بقولها ومن بقي، إحنا جالنا ملايين ملايين الجنيهات تبرع سكوك الأضاحي إن شاء الله، على أمل أن إحنا نوزع أكثر من مليون كيلو في سكوك الأضاحي من بلدي المستورد لمصر هنا لكل من أول أسوان الأقصر حلاب وشلاتين شمال سينا جنوب سينا الوادي الجديد مرسى مطروح كل محافظة مصر يا دكتور عمرو. أيوة. في الأربع أيام العيد هينذبح فيها رؤوس مواشي، أيام التشريق هتتوزع الأسر كافة الأسر الأكثر احتياجا في مصر بالكامل بإذن الله. عظيم. طيب الفتاوى من دار الإفتاء اللي صدرت الخاصة بجواز التقسيط يا فندم، كلمنا عنها برضو. والله فعلا للتأشير سيادتك فعلا صح في الإفتاء، وعندنا هذه الإفتاء من دار الإفتاء إن جواز تقسيط الأضحية، فإحنا بنقول أيوة هتقسط الأضحية على 6 أشهر زي ما سيادتك عاوز، هتيجي 6 أشهر كنت عاوز السك البلدي السك المستورد هتدفع أول قسط، وبعدين كل ده هيبقى نصيبك من بعد أول قسط لمدة 6 أشهر بتدفع القسط بتاعك، طبعا هيبقى بتخفيف يعني لو 3000 جنيه و100 البلدي يعني كأن كل شهر 500 جنيه في 300 جنيه في 200 جنيه، فده متاح بحيث ان هذه الشعيرة وهذه السنة الطيبة كل مصري ممكن يعملها على أرض مصر الطيبة بشيء من اليسر بإذن الله. ان شاء الله باذن الله. ويعني دلوقتي نقول لكل واحد بقى ما يعني ما لم يقدر له انه يذبح لسه ان هو يلحق ان شاء الله يشارك مع الاورمان في صك الاضحيه ان شاء الله. ازاي بقى يعني يشترك ازاي؟ والله هي 19455 تسهيل عليه، هيتصل هيقول انا عاوز صك ايه، يجي لغايه باب البيت عنده هيديله الصك اللي هو بتاعه، واذا كان عاوز اللحمه هو له تلت يعني من حقه تلت في البلد 9 كيلو هيجيله بعد العيد بتاعت 4 أيام 9 كيلو لغاية عنده هو متفضل في شنطة جاية حلوة جدا حرارية مجهزة 9 كيلو من حقك عشان توزع فيها إذا كان قرايبك إذا كان حد عندك في البيت إذا كان كده، علاوة على التلتين اللي بنوزعهم إحنا على الأسر الأكثر احتياجا. وممكن أي حد في مصر يعني أنا في القاهرة وقاعد في أسيوط عاوز أقول إن حد فيك يقول له اتفضل في مصدر في أسيوط يروح المجزر بالصك بتاعك ياخد حقك يعني كل مكان في انحاء مصر اذا كان سوهاج اذا كان قنا الدقهليه الشرقيه الغربيه ما بقول لحضرتك من اول اسوان حلب شلاتين هيلاقي الخير اللي هو دفعه في مصر في اي حته موجود هناك ان شاء الله. يا فندم كل سنه وحضرتك طيب وعيد سعيد عليك ان شاء الله. بشكر جدا سياده اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعيه اورمان ودايما في الخير يا فندم ان شاء الله. شكرا جزيلا يا فندم، شكرا جزيلا. للتواصل مع البرنامج على رقم 25785893. نطلع لفاصل ونرجع نواصل خط الخير ومعاكم عمرو الليسي. ورجعنا لكم تاني في خط الخير ومعاكم عمرو الليسي. عايز اقول لكم ان انا ببقى حريص في كل حلقة ان انا اقدم نموذج ايجابي، قصة كفاح، قصة ألم خرج من الرحم بتاعها نجاح. النهاردة معايا ست استمدت القوة والعناد من اصولها الصعيدية الاصيلة اللي اديتها اصرار ومواجهه اي حاجه صعبه في حياتها. معايا النهارده الدكتوره عزيزه عبد الستار.
أول طبيبة أسنان من ذوي القدرات الخاصة، وكانت الأولى في كل مراحل تعليمها لحد ما وصلت لكلية الطب. مش بس كده، دي تولت مناصب أول امرأة تتولاها، كانت يعني في مراكز ممتازة، كانت في بيتها سيدة وأم مثالية عظيمة. هي نموذج رائع للإدارة وللنجاح كأم وأيضا للتحدي. معنا على التليفون الأستاذة الدكتورة عزيزة عبد الستار. دكتورة أهلا بيك يا فن. دكتورة عزيزة أهلا بيك يا فن. ألو. أهلا بيك يا دكتورة، إزيك؟ أهلا بحضرتك. إزاي حضرتك يا دكتور؟ يعني وأنا عمال أتكلم عليكي أنا سعيد بيكي، يعني فخور إن بقدم واحدة من ذوي الاحتياجات الخاصة الناجحة المتألقة زي كده. احكي لنا بقى عن تجربتك وعن وأنت كمان تم تكريمك من سيادة الرئيس في عيد الأم. والله أنا يعني أنا طبعا تكريمي في فخامة رئيس الجمهورية كان تتويج لكل تعبي وكل مسيرة حياتي. والحمد لله يعني ربنا كان في الاخر شايل لي حاجه حلوه يعني الحمد لله. دكتوره احكي لنا بقى تجربتك ايه بقى، يعني انت كنت اول امراه تتولى منصب مدير عام مستشفى العام في السويس، اول امراه حاصله على ماجستير في اداره مستشفيات ونظم الاداره، عندك اولادك واحد طبيب اسنان وواحد مهندس وابنه كمان دكتوره اسنان، قدرت تحققي أيوة. كل ده ازاي؟ والله هي من البداية خالص هي كانت قصة تحدي، ويعني يعني من وانا طفلة طبعا خرجت للدنيا بشر الأطفال وما كنتش يعني كان جوايا طاقة كبيرة، وانا جريت سبقت طموحي يعني 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 ما خلتش اي حاجة تقف عقبة قصادي. والحمد لله يعني انا ما زلت وحتى الان وحضرتك بتكلمني انا ببدا مشروع تاني وبشتغل وبعمل وبفطريه في تخصصي انا، وبعد كده ماجستير في اداره المستشفيات ما شاء الله، واخدت مناصب ما حدش خدها قبلي، يعني اخدت مدير مركز معلومات واتخذ القرار ما شاء الله. وانا سني 32 سنه كنت بدير سياسات مديريه الصحه كلها في السويس، بعد كده مسكت مدير عام العيادات الخارجية وجبت لهم جايزة على مستوى الجمهورية. قولي لي دكتورة الأسرة كان عبارة عن صحة أسنان الأطفال على مستوى مدرسة السويس كلها، واكتشفت أكتر من 2000 حالة نادرة ما شاء الله. وبعد كده تدرجت في مناصب كبيرة وكتيرة، كنت نائب مدير مستشفى السويس العام وبعدين مدير مستشفى السويس العام، أول طبيبة سيدة وأول طبيبة معاقة، والحمد لله الحمد لله. وكنت ماسكة قسم الترتيبات الصناعية في مستشفى السويس العام لمدة لا تقل عن 18 سنة. كنت بحقق فائض، وكان بيجيلي تفتيش من منطقة القناة كان بيقولي يعني مدير عام التفتيش كان بيقولي يعني يا دكتور عزيز أنا عايز أستنسخك واخدك في كل حتة في مصر. طيب انت نقلتي بقى لاولادك خبرتك ازاي، يعني ازاي اديتيهم الشعور بالعزيمه والاصرار في اولادك الثلاثه؟ والله انا ما عنديش فرصه للغلط، يعني انا انت تعمل الحاجه صح من الاول انا هنور لك طريقك، انت مالكش عندي غير انك تقول لي انت عايز ايه وانا اوفره لك وتديني اللي انا عايزاه. انت عايز ايه من الاول؟ بحترم رغباتهم. اللي قال لي انا عايز اكون مهندس كهرباء فضلت معاه لغايه ما بقى مهندس كهرباء وخدها من جامعه القاهره، والبنت انا شفت حبها لطب الاسنان من وهي في اولى اعدادي، فكنت ماشيه معاها خطوه خطوه لغايه ما اتخرجت بامتياز مرتبه شرف. والولد الكبير لما حد يغير الكارير بتاعه من طب بشري لاسنان انا احترمته جدا ونقلت له وسقت وتفوق. انا دايما بقول لهم حاجه واحده بس، الانسان يصحى من النوم يقول بشكرك يا ربي ويشوف التارجت بتاعه ايه ويدور عليه ويشتغل عليه، انما ان احنا نضيع وقتنا، الوقت غالي جدا والعمر اغلى، ونقعد نقول لا اصلا انا ونطلع لنفسنا معوقات، لا ما ينفعش. انا دايما اقول لبنتي انت دلوقتي راكب عربيه، انا ما كنتش راكب عربيه وكنت معايا انتوا الثلاثه وكان مرتبي 86 جنيه وكنت بشتغل هنا وهنا وهنا واعمل واسوي،
وطلعتكم، انت معاكي مقاومات ازيد يبقى انت تندفعي وتفوقي اكتر. انا فخور جدا بحضرتك دكتورة، وانا يعني سعيد ان انا بكلم انسانة قدرت تتجاوز كل محن الاحتياج. وانا والله يعني انا ببقى سعيدة قد ايه لما اي حد بيحب يخليني يعني اعمل سبوت على مشوار حياتي، لعل وعسى يكون حد متعثر كده كده تكون بمثابة دفع عليه يقدر يتحرك من خلاله. بشكرك جدا دكتورة وربنا يكرمك في رعاية الله يا فندم، كل سنة وحضرتك بألف خير. حلقتنا يا جماعة النهاردة انتهت في خط الخير. العيد يعني هل علينا وبأحلى فرحة طلوا، يا رب يسعد الكل إن شاء الله بإذن الله. كل سنة وانتم جميعا طيبين، ربنا يجعله عيد مبارك عليكم إن شاء الله. كان معاكم عمرو الليسي في برنامجكم خط الخير على راديو مصر. سلام عليكم.